اهلا وسهلا من جديد كل الذين يتابعونا وكل الذين انضموا الى متابعتنا في مساء الجمعه فقرتنا الاولى. وجهتنا تركيا في هذه المره، نتحدث عن السياحه العلاجيه في تركيا. تحدثنا عن العلاقات ما بين السودان وتركيا، نجدها علاقات تاريخيه، ونجد كثير من المشتركات ما بيننا على مستوى الثقافة وعلى مستوى إذا تحدثنا عنها تاريخيا نجد بقايا من الحكم التركي في السودان، موجودة في السودان على المستوى التاريخي والمستوى الثقافي، ونجد أيضا الثقافة الغذائية أيضا موجودة في السودان، جزء كبير منها في تركيا وجزء منها في مصر أيضا. وإذا تحدثنا عن تركيا تاريخيا هي وجهة سياحية لكل العالم الآن يتجه إليها للنظر تاريخيا إلى تاريخ تركيا والدولة العثمانية، وأيضا تركيا كدولة متقدمة اقتصاديا وأيضا علاجيا. الآن حتى السودانيين الآن يتجهون إلى تركيا لتلقي العلاج، وذلك عبر عدد كبير من الوسائط. هذه الفرصة هي فرصة للحديث عن العلاج في تركيا وكيفية الوصول إليه وتسهيل هذه المهمة أيضا، وكيف يمكن الوصول إلى العلاج في تركيا بأسهل الطرق. نسعد جدا بأن يكون في ضيافتنا للحديث عن العلاج في تركيا عبر هذا الوسيط، عبر هذه الشركة وهذه الشراكة السودانية التركية، يكون معنا السيد حسن أبو وسيم، مدير شركة شكر الله أبو وسيم فيوتشر. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. مرحبا بك. وأيضا يمتد ترحابنا أيضا بالشريك من دولة تركيا أيضا أورهان بلال، منسق السياحة العلاجية بمستشفيات كولان وميد إسطنبول. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا يا رب، شكرا لك. مرحبا بكم عبر هذه المساحة. وحديث في الأول عن هذه الشراكة، كيف التقيتم وكيف تشاركتم هذه الرؤية الكبيرة للعلاج في دولة تركيا؟ تفضل أستاذ حسن. والله أنا التقيت بالأخ أرهان عن طريق صديقي اللي هو وسيم، هو تركي الجنسية. ففي البداية هو شغال نفس برنامجنا، فقال لي أنا بسلمك شخص اشتغل معك يعني افضل مني هو. فمن الوقت ذاك الشراكه ابتدت يعني. كم سنه كده؟ نعم يعني كل سنه. سنه. بالضبط تقريبا سنه. نعم. والحمد لله ماشيين يعني شغالين في البرنامج، لكن في السودان اول مره نجي يعني. شغالين من دول ثانيه، دخلنا ناس وعالجنا وجبناهم وكده يعني. اوكي. نتحدث ايضا عن محطه السودان بالنسبه لك استاذ ورهان. نعم، اختيارنا للسودان لأن هناك يوجد ثقافة مشتركة، والسودان هو نعتبره نحن بلدنا الثاني لنا، ونحب السودان ونحب نخدم السودانيين، ونرى الوجهة كثيرة من المرضى السودانيين يأتون إلى تركيا بسبب العلاج وبسبب السياحة وبسبب التجارة. لكن ندرك أن السودانيين بعض الأقسام ليس لديهم خبرة في مجال السياحة العلاجية في تركيا، فنحن أردنا أن نرى السودان في الواقع والمجال الصحي هنا لكي نخدم أهالينا في السودان ونعالجهم في تركيا إن شاء الله. هذا كان سبب محطتنا وقدومنا إلى السودان، بالإضافة إلى محطات أخرى غير السودان. نعم. نعم أيضا عندنا علاقات أخرى بغير الدول. يعني لديكم خبرة في هذا المجال؟ نعم. طبعا خبرة 15 سنة في مجال هذا السياحة العلاجية. نحن عندنا، أنا زرت كثير من البلاد بخصوص هذا السياحة العلاجية، والسودان كانت دائما في القلوب وكانت دائما في قائمة من الزيارات. فالحمد لله الله وفقنا وعرفنا على الشريك أخ أستاذ وسيم شكر الله، وهو اللي شجعنا أكثر للقدوم لهذا البلد، ونحن الآن في استضافته وأتينا ورأينا البلد، بلد جميل، ناس طيبين، نشكر مرحب. لهم على الاستضافة. مرحبا بك. نتمنى أن تثمر هذه الشراكة، وأكيد أستاذ حسن مجموعة من الخدمات تقدمونها عبر هذه الشركة في السياحة. نعم. نتحدث عن هذه الخدمات. مزبوط. يعني كم أوبشن عندكم؟ أول شيء المريض بعد ما يرسل التقرير، وصلنا التقرير أوكي. كيف الوصول إليكم في الأول؟ وصول إلينا عن طريق شركة شكر الله أبو وسيم فيوتشر، اللي هو مكتبنا في سينية القندور هنا. ومجرد ما وصلت عندنا يعني ممكن نقدم لكم دعوة من تركيا سياحة علاجية يسهل لكم الدخول في تركيا يعني. إذا المريض وصل هناك عندنا سيارات جاهزة في المطار يستلمهم، يودوهم في فندق 5 نجوم من هناك للمستشفى، يتعالج المريض
يرجع للفندق وبالتالي يرجع للمطار والسلامة إن شاء الله. بتكون محددة كم يوم للعلاج ولا حسب المريض وحسب نوع المرض؟ والله على حسب نوع المريض، ممكن في مرضى يحتاجون يعني إقامة. إقامة. إقامة هناك يعني ممكن عبر المستشفى عبر الدعوة ممكن يطلع لهم إقامة سياحة علاجية للمستشفى نفسه يعني. يعني في مرضى يطلبوا منهم. أنتم تتكفلوا بكافة الإجراءات؟ نتكفل بكافة الإجراءات نعم. من وإلى. من وإلى. نعم. واستلام من بعد التقرير يتم الاستلام المريض من المطار ومن ثم الى المستشفى ثم الى المطار مره اخرى. مره اخرى نعم. طيب استاذ ورهان، يعني خلينا نتحدث عن طبيعه المرضى السودانيين الذين يذهبون الى تركيا. نعم. يعني طبيعه علاجات يعني مثلا نقول امراض اساسيه، الامراض التي تنتشر الان بصوره كبيره، ام هي يعني يطلبون مثلا علاجات تجميليه وغيرها؟ يوجد هنا قسم كبير من المرضى السودانيين يأتون لعلاج الأورام. الأورام. ومنهم العلاج العينية والعظمية. العلاج الأورام بسبب الأجهزة المتوفرة في تركيا والطب المتوفر، يوجد لدينا جهاز في المستشفى اسمه بيتسكان. هذا المريض عندما يدخل هذا الجهاز يكشف له الجسم بالكامل ويحدد الخلايا فيه، وهناك أجهزة متطورة من دون الحاجة إلى العمليات الجراحية يأخذون على هذه الخلايا. فمعظمهم بعض يجوا على الأورام والبعض من ذلك يأجون على العظمية، وهنا العظمية نحن عندنا قوية جدا بسبب العظمية يعني العظام أورتوبيدي. نعم. أورتوبيدي. نعم العظمية. وبعد ذلك عم يجوا عندنا مرضى عينية اللي عم يعملوا عمليات الكاتاراكت والحدقية وتغيير وكذا. يوجد لدينا كادر كبير يتكلمون عدة لغات منها العربية الإنجليزية الفرنسية الروسية. ما عن أي مشكلة باللغة بيجي المريض بيتعالج، بعدين نحن نركبه على السيارة ونرجعه على البيت بخير وسلام. يعني بالمختصر في حال وصول المريض إلى مطار إسطنبول هو في أمانة الله، بعده في أمانتنا. لا جميل. حتى ذهابه ولا حتى عودته إلى البلد. جميل. وبسبب ولأول مرة سيأتي المريض سيكون طبعا التواصل مع شريكه هنا في السودان. يعني قلت أنه يرسل إلينا الصور، يعني كيف يرسل الصور أستاذ حسن؟ يرسل الصور، أين يرسل الصور وكيف يرسل الصور؟ عبر الواتس يعني. عبر الواتساب. نعم، عن طريق الشركة بي دي اف أنا أرسل لهم. يعني بمكاتب الشركة أم لديكم حسابات على الصفحة؟ لا في مكاتب الشركة. في أرقام الشركة. بأرقام الشركة ومقر الشركة. مقر الشركة شكرا لك. نعم. بالضبط. يرسل التقرير. نعم. أو يرسل الصور أو فوري بعد ساعة يجيك التقرير على طول. فوري يعني. يتم إرسالها إلى المستشفى المناسب. نعم. المستشفى المناسب وبعد ذلك طوال يعني فوري نجيب لك التكلفة. أوكي. نعم. طيب أنت تكلمت عن التكلفة. نعم. وهذا هو مربط الفرس. نعم. كيف هي الأسعار؟ أسعار والله مناسبة. أول شيء نحن أصلاً عندنا باغة مقارنة بدول. نعم. علاجية إقليمية يعني أخرى. نعم، عندنا باغة صحية أصلاً مضبوط على نوعين، في في آي بي وعندنا عادي. العادي هي 720 دولار يعني أمن المريض هنا. نعم. 720 دولار؟ 720 دولار سنة كاملة مضبوط. هذا تأمين ولا؟ هذه باغة صحية، تأمين صحي. نعم تأمين صحي مضبوط. المريض اللي مثلا مشترك في الباغة الصحية يحق له، نعم يحق له ان يدخل تركيا و يتعالج في المستشفى. يعني يتعالج على حساب. نعم. التأمين ده ال 720 دولار. ام طيب مزيد من الشرح شوي. في في اي بي برضه. نعم انا ساشرح لكم. طبعا هناك نوعان للعلاج المريض. نحن يوجد لدينا برنامج السياحة العلاجية، هو المريض يرسل لنا التقارير ويتم التكلفة ونرسل له الفاتورة بروفورما، يكون فيه التكلفة والخدمات وكل شيء. والخدمة الثانية هو نوع من نظام التكافل الصحي اسمه، نوع من أنواع التأمين. طبعا هذا النظام الصحي ليس مخصص للمرضى، مخصص للأشخاص الذين ليس لديهم أي مرض، لأن يوجد باقتين، باقة في آي بي وباقة ستاندرد. الشخص الحابب يروح يستقر في تركيا او يكون عنده تامين خارج البلد نحن نعمل له هذا التامين. اذا كان حابب يريد بمبلغ بستاندرد يدفع مبلغ معين، واذا كان حابب بفي اي بي يدفع مبلغ معين. على اساس ذلك ياخذ الخدمه. طبعا عند مشاركته في هذه الباقه بعد 3 أشهر يتم تفعيل الباقه، وبعد تفعيل الباقه اصبح معه مرض
أو تعرض لشيء نحن نقوم له بالعلاج مجانا إذا كانت بحاجة إلى عملية جراحية مقيم في المستشفى. بالإضافة إلى ذلك هناك تخفيضات 40% للجراحة التجميلية، وإضافة إلى ذلك 40% لزراعة الشعر، إضافة إلى ذلك لمرة واحدة في السنة يعمل فحص عام كامل مجانا على التأمين. على هذا التأمين. طبعا هل التأمين يشمل السفر وغيرها أم لا؟ نعم يشمل السفر وغيرها، لأن على أساس هذا التأمين نحن نعطي له دعوة صحية من أجل أن يذهب إلى السفارة من أجل تسهيل دخوله إلى تركيا. نعم. يعني يمكنه على هذا التأمين أن يطلب السفر إلى تركيا من أجل الفحوصات عامة فقط. على التأمين. على التأمين ممكن يعمل فحص عام، لكن الشرط الأساسي في هذا التأمين أن لا يكون مريض. عند أثناء توقيعه لا يكون مريض. لأن هناك استمارة يجب عليه ملء هذه الاستمارة. على موجب هذه الاستمارة إذا كان هناك مريض أو كذا لا يشمل. وسريان العقد يبدأ بعد 3 شهور من توقيع العقد، لكن ممكن يدخل بدعوة تركيا قبل ما العقد يجي. هل هناك برامج مصاحبة للبرامج العلاجية؟ يعني برامج سياحية أو غيرها مثلا؟ طبعا إذا طلب المريض طبعا إذا المريض مثلا جاي ليزرع شعر طلب رحلة سياحية نحن نعمل له سياحة، حتى ممكن نعطيه له هدية رحلة بالبوسفور على المضيق، حتى أسمع من ذلك كل شخص بيجي على زراعة شعر هدية من مستشفى له جولة في البوسفور. هذا يعني قد نختمه يعني نحن الشباب الموجودين في غرفة الكنترول صلع يعني يرمز نرحب بهم. لازم تتدخلونا معاكم ان شاء الله نرحب بهم. ضمنت يا استاذ محمد السيد المخرج ضمنت حقك يعني. يوم الاثنين القادم باذن الله تستعيد الشركه الى تدشين برنامج السياحه العلاجيه، كيف يمكن ان نعرف المكان والزمان لهذا التدشين؟ المكان صاله مسايا دخلت كنار يوم الاثنين 20/12/2021 مساء. نعم من الساعة الثامنة لحد الساعة 11. وما هو البرنامج تحديدا؟ البرنامج في يعني حيتحدث عن السياحة العلاجية نفسها في تركيا وعن التأمين VIP والتأمين العائلي، والإضافة إلى ذلك في عندنا فنان نوبي وفي تكريم. يعني برنامج مكمل جدا. جميل. يعني هذا الحديث عن هذه العلاقات وعن هذه الأواصر لابد أن تكون هناك رسالة إنسانية أيضا، إذا كنا نتحدث ليس حديثا مجردا يعني علميا وطبيا مجردا، لابد أن تكون هناك تتقدم المنظومة الأخلاقية والإنسانية بين الشعوب في هذه العلاقات، لابد أن تكون هناك تعريف بالسودان والثقافة السودانية والعلاقات الإنسانية السودانية وأيضا التعريف بتركيا. كيف يتم ذلك التعاطي مع المريض؟ المريض نحن دائما المريض ننظر إليه مريض بالنهاية، لأن طبعا حالته النفسية نقدر حالته النفسية، ونحن لا يهمنا المال الذي سيدفعه أو التكلفة التي سيدفعه إلى المستشفى، نحن يهمنا صحة المريض، لأن هذا المريض يأتي إلينا للعلاج وهو واثق فينا بعد الله سبحانه وتعالى. فنحن دائما نخدمه. في حال المريض يعني ربما صار عنده حالة طارئة غير العلاج في تركيا لا سمح الله، تعرض إلى سرقة، تعرض إلى ضرب، هذا لا يحصل، لكن ربما صار هي شيء نحن نكون جنبه، لأن هذا المريض أتى لعندنا وهو مؤمن فينا وواثق فينا، نحن لا نخذل الثقة فيه، نحن أهم، وهذا هو سر تميزنا ونجاحنا في هذا المجال. نحن الحمد لله سنويا ما يقارب يجينا فوق 40-50 ألف مريض من جميع دول العالم، وهذا هو تميزنا، لأن نحن المريض الثقة، ونحن مثل ما قلت لك نحن ننظر إلى المريض يعني لا ثقافته يهمنا وإنسانيته يهمنا، لا والله أخذنا إجا تعالج وأخذنا مصريات ويلا الله معك، لا هذا نحن لا نقبل به دائما. لديكم مناديب دائما مع المرضى؟ مناديب مع المرضى دائما؟ يعني توجيهات مع المرضى يعني مندوب الشركة يكون مع المريض يتابع مع المريض في المستشفيات؟ نعم. طبعا نعم دائما يكون مندوب.
دائما يتابع حتى استقباله من المطار، من الاستقبال من المطار لحتى رجوع يكون معه شخص، لانه يعني في تركيا هناك مشكله لغه تقابل البعض، لان لا يعاني من اي مشكله في اللغه لان يكون له مرافق يتكلم العربيه من حيث وصوله الى مطار اسطنبول لا حتى مغادرته. مضبوط. نرحب بكل الشركات من اجل يعني تطوير ايضا تطوير هذه الخدمات التي تقدم للسودانيين سيد حسن في كل الاتجاهات وفي كل الجوانب، بل العلاج مهم جدا ان يكون مرتاح المريض ان يطلب التطبيب داخل السودان او خارج السودان اي مكان كان، لابد ان يكون هناك اشراف من بلده ومن البلد الاخر المستضيف ايضا، لابد ان يكون هناك اشراف طبي ويكون المريض يحس بهذه الثقه وهذا التميز وهذا وهذا لا يتوفر إلا بفضل هذه الشراكات. كلمة أخيرة عن هذه الشراكة ومستقبلها أستاذ حسن وأستاذ أورها. والله أنا بفتخر يعني إني عملت شيء للسودان والسودانيين كويس، وبفتخر أيضا بمعرفتي بالأخ رهان. بالتوفيق. الله يسلمك. بالتوفيق لكم أستاذ أورها. طبعا أنا كمان أتمنى كل الجهد والسعي لخدمة أهالينا في السودان، ويعتبر تركيا بلدهم الثاني، وايضا فخور بالتعرف على الاخ سودان. ومن ناحيه الثقه وكذا شركه وسيم شكرا الله وسيم فيوتشر موجود في السودان، حابين يتواصلوا معنا يجوا على تركيا ويشوفوا نحن ليس نتكلم بل نريهم بالارض الواقع. نعم ليس بالحديث وانما بالفعل. بالفعل تماما. اشكرك جدا استاذ اورهان بلال منسق السياحه العلاجيه بمستشفيات كولان وميد اسطنبول، شكرا جزيلا. شكرا لك. نورتنا شكراً في هذه المحطه قناه النيل الازرق، وايضا يمتد الشكر استاذ حسن ابو وسيم مدير شركه شكرا لابو وسيم فيوتشر الوكيل الحصري بالسودان لهذه الشراكه، اشكرك جدا. الله يسلمك. شكرا لكم، وحنهديكم لحن سوداني. تفضل اهلا وسهلا.